بكم إلى ساعة جديدة من تغطية الميادين لتبعات الزلزال الكبير الذي ضرب المغرب. بين إحصاء الضحايا وإعادة الإعمار مشاهدينا، يسابق المغاربة الزمن. تسريع وتيرة الإغاثة مطلب مهم قبل حلول الشتاء القارس، وبالتالي يخفف من مشاكل اقتصادية وإنمائية. قرن بأكملها اضمحلت بفعل زلزال القرن في المغرب. واصل الآلاف المبيت في العراء في بلدات إقليم الحوز ومراكش وسط أعمال إغاثة مكثفة. نداءات عديدة أطلقت من قرى نائية في الأصل كان يصعب الوصول إليها بسبب الطرقات الصعبة والمتعرجة والتضاريس المعقدة. أهالي كثير من المناطق ودعوا ذويهم إلى مأواهم الأبدي في مقابر جماعية، بينما يناشد المئات بالإسراع في أعمال الإغاثة علهم يصلون إلى مزيد من الناجين تحت أنقاض بيوت طينية وسط استنفار للسلطات العامة وجمعيات المجتمع المدني مع بعثات من دول أخرى هبت لنجدة إقليم الحوز. منظمة الصليب الأحمر الدولي أشارت إلى أن احتياجات المغرب من المساعدات هائلة، وكشفت أن الأعمال المنوطة بهم ستستغرق أشهراً. المؤسسات الرسمية تسابق الزمن في مساعي الإنقاذ وإحصاء الأضرار، وتدرك أن مسألة إعادة الإعمار ستكون مؤجلة بفعل الصعوبات الطبيعية. الهم الأساسي حاليا هو إيجاد المأوى لآلاف العائلات وإعادة دمج سكان الإقليم في النسيج الاجتماعي. ويشير خبراء إلى أن تداعيات الفاجعة على اقتصاد هذه المناطق الذي يعتمد أساسا على السياحة والزراعة كبيرة، مؤكدين أن المغرب قادر على تجاوز هذه التداعيات بسرعة إذا أقرت إجراءات داعمة للنشاط الاقتصادي. تقدير حجم الخسائر الاقتصادية صعب جدا، إلا أن الاقتصاد المحلي سيتأثر على نحو نسبي رغم اتخاذ الحكومة سلسلة من التدابير لمواجهة التأثيرات الاقتصادية المرتقبة. والآن مشاهدينا ينضم إلينا من مدينة أسني المغربية بإقليم الحوز الصحفي نور الدين البيار. أهلا ومرحبا بك أستاذ نور الدين. بداية، ماذا تخبرنا عن آخر جهود الإغاثة ورفع الأنقاض في إقليم الحوز تحديدا؟ نعم، شكرا. الإغاثة هنا على قدم وساق، تحركات القوى الإنقاذ وأيضا القوات المسلحة الملكية و المسعفين المتطوعين وأيضا رجال الإعلام متواجدون هنا بكثرة في مركز أسني. وكما تشاهدون في الصورة على الشاشة، هذا المركز من بين مراكز أخرى أقيمت خيام لإيواء الأشخاص الذين فقدوا مساكنهم أو قد يشكل عودتهم في إلى مساكنهم خلال هذه الأيام خطرا عليهم. لذلك ارتأت السلطات أن يظلوا في مساكنهم إلى حين استتباب الأمان. طيب أستاذ نور الدين، يعني نحن نرى في الصورة هذه الخيام التي يتم فيها إيواء الناجين من الزلزال، ماذا عن جهود رفع الأنقاض ورفع الصخور التي تقطع الطرقات أيضا؟ نعم، تسير جهود الإنقاذ صراحة بشكل جيد ومتقدم، حيث تم فتح إحدى المسالك التي كانت مقطوعة هنا بين مراكش وترودانت، حيث يوجد مركز ويرغان ومركز أسني ومركز ثلاث نعقوب وأيضا بعض المراكز الأخرى، وتمر الآن السيارات هنا بشكل عادي جدا. من يقوم بتنظيم مراكز الإيواء هذه؟ هل هي جهود رسمية من الدولة فقط أم أن هناك أيضا مبادرات أهلية ومحلية لإيواء الناجين؟ نعم، الكل يساهم في التنظيم لأن حجم الخسائر كبير نوعا ما، ولكن في هذا المركز رأيت الكثير من المدرعات وأيضا من السيارات الإسعاف وأيضا السيارات الخاصة بنقل الناس في حالة كانت هناك حالات خطيرة، لكن هنا في المركز عموما الناس تحاول
التعايش مع الوضع ده بعد صدمة الزلزال. هل تحدثت سيد نور الدين مع أحد هؤلاء الناجين؟ ما الذي يمكنك أن تخبرنا عن أحوالهم، عن حالتهم حاليا؟ نعم، حالتهم الآن بعد الصدمة بدأوا يستوعبون الصدمة شيئا فشيئا، ومعي أحد المواطنين يمكن أن يتحدث لكم عن الوضع هنا وبعد كيف عاشوا ليلة الزلزال. بالطبع. السلام عليكم، معكم محمد من أسلو، من سنتر أسلو، من السكان المتضررين بالزلزال. صراحة عشنا ليلة مرعبة، ليلة مرعبة، تأثرنا بزاف، وما عمرنا عشنا زعما ما عمرنا عشنا هذه الكارثة هذه. جدودنا ووالدينا ما عاشوش هذه الكارثة هذه. والحمد لله، الحمد لله بدات القضية غادية مزيان الحمد لله، بفضل المساعدة للناس ديال السلطات المحلية وسيدنا وجلالة الملك. الحمد لله القضية الأمور غادية مزيان دابا، الحمد لله تعيشنا مع الوضع دابا في حالة تحسن الحمد لله. طب سيد نور الدين، يعني سمعنا من حضرته ما الذي عاشوه وعن الحالة اليوم لهؤلاء الناجين، ما الذي تخبرنا به عن المصابين الذين ذهبوا إلى مراكز الاستشفاء وإلى المستشفيات؟ هل هناك ضغط كبير على مراكز الاستشفاء حاليا؟ بصراحة أغلب المصابين يتوجهون إلى الذين حالتهم خطيرة إلى مستشفى مراكش، هناك مستشفيات في مراكش متقدمة نوعا ما، أما الأشخاص الذين تكون إصابتهم طفيفة فهناك مراكز استشفائية محلية قريبة من الأماكن والقرى المتضررة. طب بالطبع سيد نور الدين البيار، حضرتك باق معنا. نرحب الآن برئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة الأستاذ محمد الهلالي معنا من الرباط، أهلا ومرحبا بك. إذا أستاذ محمد، بعد أكثر من يومين تتضح الصورة أكثر وتتفاوت أضرار الزلزال بالطبع بين دائرة التأثر الأوسع التي وصل قطرها وفق الأبحاث إلى 400 كيلومتر ومركز الزلزال في إقليم الحوز الذي يغلب عليه بالطبع الطابع الجبلي، هل يمكن أن نحدد اليوم المناطق الأكثر تضرراً؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية دعوني أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ضارعاً أن يترحم الشهداء ويتقبلهم عنده في الصالحين، وأن يعجل بشفاء المرضى، وأن يربط على قلوب المكلومين، وأن وأمام هذه المأساة لا نملك إلا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يخفف هذه الآلام، وأن يجعل في هذه المحنة منحة من عنده سبحانه وتعالى. طبيعة الحال خريطة الأضرار تعكسها بشكل جلي خريطة الأموات والوفيات والشهداء وتوزيع أعدادهم وتوزيع المناطق المهدمة والدمار، هو الذي يعكس تفاوت هذه الأضرار من منطقة إلى أخرى. لكن المناطق القريبة من البؤرة، أي في أحواز مدينة مراكش في المناطق الجبلية، كانت الأضرار جسيمة. إن في فاتورة الشهداء الثقيلة جدا التي تتجاوز بعد لحظات 2500 شهيد، ومثلها من الجرحى، بعض إصابتهم خطيرة جدا، وأيضا في بعض الدواوير خاصة صعبة الولوج والتي لا تتوفر على مسالك يمكن وصولها بسرعة، كانت الحالة شبه مدمرة بالكامل. من نجا يعني منقطع على العالم على الأقل في ال 24 ساعة الأولى، إيصال المأوى والغذاء والدواء كان بصعوبة، مما اضطر القوات المسلحة إلى أن تستعمل الوسائل اللوجستيكية التي توفر عليها من مروحيات ومدافعات
وسائل بشرية مدربة في هذا الاتجاه. نستطيع أن نقول اليوم بعد هذه المدة بدأ الشعب المغربي يستفيق من الصدمة، يستفيق من هول ما أصاب هذه المناطق. وبالمناسبة الإصابة لم تكن فقط حصرا على هذه المناطق المتضررة، لأن الإصابة المعنوية أي الهلع والخوف والأوضاع النفسية عمت كل بيت وكل صحيح. أسرة في كل المناطق بما فيها المناطق. أنا أعيش في الرباط، وتقريبا المشاعر المشتركة بين كل مغربي وكل مغربية والتي حلت في كل بيت هي الخوف، هي الهلع، زيادة على حجم الآلام التي وصلتنا من حجم هذه الفاتورة الثقيلة في الأرواح وفي الجرحى وفي الممتلكات التي ضاعت. لكن في أمام أو بمواجهة هذه الصورة هناك اليوم صور مشرقة، أي أن هذه المحن وهذه الأزمات تخرج في الناس أفضل ما لديهم، مشاعر وأعمال وتكاتف وتنظيم للإغاثة بكل شيء، بل والوعي بضرورة تنظيم ذلك وحسن توزيعه على الخريطة طب ومعرفة أستاذ المناطق محمد، الأكثر. نعم، نعم قبل أن نتحدث عن حالة تضامن هذه وجهود إيواء الناجين وغيرها من المساعدات التي لربما بدأت تصل إلى المغرب، اسمح لي أن أتابع معك في موضوع الإغاثة. هل ما زال هناك أحياء يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؟ وما مدى يعني حظوظ وفرص وآمال أن يتم انتشال المزيد من الأحياء في هذه المناطق التي تحدثت عنها تحديداً؟ بطبيعة الحال الإغاثة الجميع سجل نوع من البطء في البداية، خاصة في المناطق الوعرة، لأن بؤرة الزلزال كانت في مناطق جبلية وقروية وصعبة الولوج، كان هناك تأخر نسبيا، لكن الإمكانات المحلية للساكنة المحلية للمجتمع المدني للجمعيات يعني من الساعات الأولى وصلت إلى هذه المناطق، وبالوسائل البدائية والتقليدية تم انتشال البعض. البعض قضوا حتفهم، نحسبهم شهداء. نحن نوقن في الله عز وجل أن الأجل هو الذي يقتل وليس الأسباب مادي وليس هذه الأسباب وغيرها، لكن بطبيعة الحال في دائرة الأسباب المادية عندما نتجاوز بقليل 48 ساعة الفرص تتضاءل وتقل في الحصول على ناجين. لكن الأخبار التي تصلنا هنا في الرباط والمتابعات من خلال المتابعات الحية التي يعمدها بعض الناشطين ما زالت تترى الأخبار بإنقاذ رضع وشيوخ تحت الأنقاض، بعضهم في إصابات بليغة، لكن على الأقل ما زالوا أحياء. أملنا في ما تبقى من وقت أن نتدارك أكثر أو أكبر عدد من الجرحى ومما ما زال تحت الأنقاض. هناك صعوبة حقيقة في بعض المناطق التي لا يمكن الولوج إليها بالوسائل الحديثة. الفرص هنا متقلصة، خاصة أن بعض الدواوير تهدمت بشبه تهدمها كان شبه كلي، ولكن خاصة منذ جلسة العمل التي ترأسها الملك والانخراط القوي للقوات العمومية للجيش، يعني أعمال الإنقاذ وأعمال الإغاثة تسرعت، أيضا التكاتف ديال المجتمع المدني الناشطين، كل ذلك خفف وسرع من عملية الإنقاذ التي ما زالت جارية وما زالت يعني تصل إلى أحياء في الرمق الأخير أو في الفرصة الأخيرة. أعود إليك سيد محمد الهلالي، والآن مشاهدينا نرحب بالناشطة الميدانية أميمة عراك، تنضم إلينا من ساحة جامع الفناء من مراكش. أهلا ومرحبا بك أستاذة أميمة. بداية، كيف ترصدين المشهد اليوم بعد أكثر من يومين على حدوث هذا الزلزال الكبير؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا قناة ميدان تي في على الاستضافة، والشكر موصول كذلك إلى الشعب اللبناني الشقيق على مؤازرته وتضامنه معنا. كما يعرف الجميع أن مدينة مراكش تعد أقرب مدينة كبيرة إلى مركز الزلزال،
حيث انهارت مباني في الجزء القديم من المدينة، وهي المصنفة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا اليوم إلى أكثر من 2497 قتيل، وارتفعت حصيلة الجرحى والمتضررين إلى أكثر من 2500 جرحى، كي حيث أعلن الملك محمد السادس مساء السبت حدادا لمدة 3 أيام متواصلة، وأعطى تعليماته بمواصلة كافة أعمال الإنقاذ بشكل عاجل، حيث أكثر من نصف عدد الضحايا والجرحى والمتضررين في إقليم الحوز، يعني المناطق والدواوير والجبال والمناطق النائية بالمغرب. يعني كانت مدينة مراكش حاليا مستقرة، بالرغم أنه البارحة ضربت ضربة قوية صباحا الساعة 9 ب4.5 على بعد 77 كيلومتر على مراكش، لكن الأمور الآن حاليا تحت السيطرة بمدينة مراكش، على العكس بما تسمعونه على الدواوير، فهناك ناس متضررين، هناك ناس تحت الأنقاض، هناك العديد من الشعوب يعني المغربية قامت بالمساعدة، تأخذ الأغطية والأكل والأدوية، لكن هناك للآن لم تستقر الأمور والأوضاع. فنتمنى من الله عز وجل نعم أن يلطف بنا ويلطف بالشعب المغربي، وشكر كنشكر جزيل الشكر للتضامن الدولي للعديد من الدول مع المغرب، طب هل بدأ بحيث هنا يصل أي من هذه المساعدات الدولية أو فرق الإغاثة الأجنبية إلى مراكش حيث أنت أميمة؟ نعم، هناك العديد من التضامن الدولي، خصوصا إسبانيا والدول الخليجية كالسعودية والإمارات لن أنسى، لا أريد أن أنسى أحد، ولكن هناك الحمد لله العديد من المتضامنين، كذلك الشعب، لا أنسى الشعب المغربي قام بدور كبير 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 جدا، حيث نرى المسلمون صاروا إخوة والجيران صاروا كأنهم عائلة واحدة، الحمد لله على أننا مسلمون، ونتمنى إن شاء الله أن تمر بسلام هذه الفاجعة، وشكرا لكم جزيل الشكر على نعم التفاتتكم. أعود إليك أميمة، ولكن أنتقل الآن من جديد إلى الأستاذ نور الدين لبيار الذي هو معنا وينقل لنا الصورة من إقليم الحوز. نور الدين، هل بدأت تصل المساعدات الدولية التي تم إرسالها إلى المغرب، هل بدأت تصل إلى إقليم الحوز تحديدا؟ وماذا عن فرق الإغاثة الأجنبية، هل هم بالفعل وصلوا وباتوا يمارسون أعمال الإنقاذ على الأرض؟ في المساعدات الدولية لم ألمس صراحة أي أداة أو حافلة أو ناقلة تنتمي إلى دولة أجنبية، ولكن هناك الآن مساعدات محلية والمجتمع المدني يقوم بدور فعال صراحة، كيف تضامن وهناك تضامن حسب ما قال لنا بعض السكان الذين بالطبع يعني هناك تقيناهم تضامن، هنا. ولكن هذه المساعدات تحتاج وقت يعني لكي تصل بداية عبر الجو نعم ومن نعم ثم إلى هذه المناطق تحديدا في المغرب. نعم شكرا. إذا المساعدات لم تصل بعد، لكن هناك تحرك على مواقع التواصل وعلى الأرض من قبل النشطاء والفاعلين المدنيين، وأيضا بعض المؤثرين والإعلاميين الذين يساهمون ما أمكن في تخفيف معاناة ما بعد الزلزال على سكان هذه المناطق. هل ما زال هناك حملات للتبرع بالدم؟ يعني نحن شهدنا منذ الساعات الأولى التي تلت هذا الزلزال نعم الكبير، شهدنا نعم اليوم إقبال كثيف. نعم اليوم في مراكش علمت أن الناس يهرعون إلى مراكز تحقن الدم لتقديم الدم، و أيضا في مدن كبرى كالدار البيضاء والرباط ومدن أخرى في المغرب الناس أطلقوا حملات كثيرة على مواقع التواصل، واستجاب لها المغاربة كما عودونا دائما في المحن يكونون كالجسد الواحد ويتضامنون دائما من أجل عبور هذه الأزمة. طب إيواء الناجين هل يقتصر على هذه المخيمات أو الخيم كهذه التي نراها في الصورة، أم أنه أيضا في المدارس في المراكز التعليمية وغيرها؟ يعني كيف يتوزع الناجون؟
لا، المساحة الخالية هناك توجيهات من السلطات عدم عودة الناس في هذا الوقت بالضبط إلى المساكن خوفا من التصدعات أو سقوط بعض الأبنية التي بها تشققات، لأننا لاحظنا هنا بعض التشققات التي الأبنية التي بعض أجزائها تساقطت، وبالتالي هناك خيام، هذه الخيام التي وفرتها السلطات المحلية، وأيضا خيام خاصة كالخيام التي تستخدم في الرحلات الخاصة والخيام العادية التي يتم صناعتها بشكل بسيط. بالعودة إليك أستاذ محمد الهلالي، حيث أنت في الرباط، هل تلمسون على الأرض هذا التضامن الشعبي؟ هل هناك حملات من أجل جمع المساعدات وإرسالها إلى الأماكن المتضررة؟ يعني كيف يتم تنظيم هذا الجهد الشعبي؟ أنا قلت قبل قليل أنه أمام صورة الحزن وصورة الصدمة التي أعقبت الدقائق الأولى لهذا الزلزال، في صباح يوم السبت بدأت صورة أخرى، صورة مشرقة، صورة الانخراط الواسع في هذه الآلام، صورة جمع التبرعات أمام المتاجر الكبرى. هناك مبادرات، يكفي أن تعلن كمؤثر أو غير مؤثر أنك ترغب وتعلن عن مكان تواجدك حتى تغرق بالمواد الغذائية من أكل مجفف ومن أكل قابل أو مصبر ومن ماء ومن وسائل الإيواء ومن أغطية ومن ملابس بطريقة. اليوم كل المدن المغربية من الشمال إلى الجنوب إلى الشرق إلى الغرب في كل الشوارع والأزقة هناك مبادرات، تصغر هنا وتكبر هنا، وأمام كل المتاجر الكبرى خاصة في الدار البيضاء وفي الرباط هناك انخراط واسع خاصة للشباب الصغار من اليافعين في حدود 17 سنة 18 سنة منخرطين في هذه العملية. أيضا هناك نشاط قوي على وسائل التواصل الاجتماعي بتحديد بدقة دواوير وب مواقعهم في خريطة جوجل، وأيضا في صور المأساة ورصد الحاجات وترتيب للأولويات بما فيها الدم، بما فيها الدواء، بما فيها الأكسجين، بما فيها مواد الإغاثة، بما فيها مواد الإيواء والخيم والتغطية، كل هذه الأمور. هناك أيضا حاجة أرجو أن أنبه إليها، وهي أن هناك حاجات أخرى لا يلتفت كثير من الناس إليها، وهي قضية الدعم المعنوي، الدعم النفسي. هناك أطفال مفزوعون محتاجين إلى أنشطة ترفيه، محتاجون إلى من ينسيهم آلام فراق آبائهم وأمهاتهم، محتاجين أن يخرجوا من جو الكآبة وجو وهنا تظهر جمعيات الطفولة والعمل المدني المشتغل في الطفولة وفي التخييم وفي الكشافة، وأيضا دور النساء للإنصات إلى الأرامل الذين فقدوا معيلهم وفقدوا آباءهم. هذه الأدوار اليوم محتاجين من يوجه إليها من العلماء ومن الدعاة ومن المفكرين ومن الإعلاميين الذين يستطيعون أن يواكبوا مثل هذه المأساة بخطاب الأمل، بخطاب معنوي يرفع الروح المعنوية، يبين هذه الجوانب المشرقة في الإنسان. لأنه في الأزمات أيضا كما نرى دماراً ونرى حزنا ونرى كآبة، يظهر المغربي معدنه الأصيل، تظهر الإنسانية دورها في هذا التضامن المشترك. وكما قالت السيدة التي تستضيفونها هناك اليوم، الأسرة الدولية الجميع يعلن عن مبادرات، رغم أن استقبال هذه المبادرات يحتاج إلى تنسيق، يحتاج إلى ضبط. والسلطات المغربية خاصة وزارة الداخلية أصدرت أنها الدفعة الأولى من عروض الدعم تم قبولها وهم في عين المكان، ودفعات أخرى سيتم الاستجاب إلى عروضها عند الحاجة وعند تحديد وعند تحين تشخيصات وتحين حين الحاجات. ما يهم هنا هو أن الشعب المغربي بكل أطيافه بكل مدنه سواء المتضررة أو البعيدة أو حتى من لم يشعر، في الشمال في طنجة التي تكاد لم تشعر بالهزة هناك قوافل تنطلق من كل شوارعها ومن كل أزقتها حاملة كل ما يحتاجه المتضررين من كساء، من غذاء، من ماء، من خيم. هذه المبادرات هي التي تراكم نوعا
من العادات الإيجابية، نوع من التقاليد في التضامن وفي مواجهة المحن ومواجهة الأزمات، وهذا مهم جدا ليس فقط في المغرب ولكن على مستوى الإنسان. هذه المحن تظهر دروس وعبر على الإنسانية كلها أن تلتقطها، هو أن مصيرنا مشترك مهما اختلفت ألواننا ومهما اختلفت معتقداتنا ومهما اختلفت ألواننا، إلا أنه في النهاية نحن نعيش تحت هذه السماء وفوق هذه الأرض، ويمكن أن نتعرض لمحن ولهزات لم نكن ننتظرها ولم نكن يعني نتوقعها، وفي نعم. النهاية الجميع يتكاتف من أجل أولا معالجتها ومعالجة آثارها طب الفورية، أستاذ وأيضا من أجل محمد، نعم الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار ممكن على الأقل من الناحية المعنوية. بالطبع التضامن مطلوب، الدعم مطلوب ليس فقط ماديا بل أيضا كما ذكرت على الصعيد المعنوي والنفسي. اليوم أنتم كمغاربة كيف تنظرون إلى هذا التضامن الدولي العربي الكبير، إلى المبادرات واستعداد تقديم المساعدة الذي أبدته معظم الدول التي تواصلت مع المغرب ومنها الجزائر؟ أختي العزيزة، في هذه المحن وفي هذه الأزمات يعني وما تظهره الشعوب العميقة تزيل كل ما راكمته السياسة من صور بائسة في الاختلاف على أشياء لا تستحق. هذه المحن تشعرنا بأن لنا أمة خلف ظهرنا، وأن شعوبا سواء كانت في الخليج أو في لبنان أو في فلسطين، المغاربة تلقوا دعم فلسطين التي تحتاج إلى دعمنا والتي ننخرط في دعمها بدون مجاملة، أن قضيتنا عندما يأتوا أطفال في مدارسهم يرفعون النشيد الوطني المغاربة يبكون ويشعرون أن فلسطين في قلبهم وأنهم في قلب الفلسطينيين، وهذه أهم الدروس. أيضا الشعب الجزائري الذي بين حكامنا وحكامهم حدود منقطعة إلى غير ذلك، لكن الشعب الجزائري من خلال التضامن العام ما تنقله وسائل الإعلام يبين أننا شعب واحد في دولتين، مهما اختلفنا في الأمور السياسية وعلى القضايا الاستراتيجية، لكن في العمق نحن شعب ونحن أمة، آلامنا واحدة وأزماتنا واحدة ومصابنا واحد، نتوجه إلى رب واحد، نعبد ربا واحدا. عندما يتضرر واحد في أقصى منطقة في الجزائر يتداعى له جسد الأمة، من الخليج إلى المحيط، من الرباط إلى جاكرتا بالسهر والحمى، وهذا هو العمق، هذه هي الحقيقة وهذا ما يدوم. بالنسبة إلينا نقول أن السياسة وخلافاتها عابرة، لكن يجمعنا انتماء مشترك، يجمعنا يعني أمة مشتركة، يجمعنا هذه المشاعر النبيلة التي بدون شك لها آثارها، فهي تضمد جراحنا وتضمد جراح المكلومين. عندما نرى كل هذا التضامن، عندما نرى هذه المشاعر تنقلها شاشات التلفزة وينقلها أرباب الرأي وقادة الرأي وينقلها المثقفين وينقلها العلماء وينقلها الدعاة عبر شاشتكم وعبر الشاشات الأخرى، بدون شك هذا له دور كبير ومؤثر فيه، أولا في المسح على رأس اليتيم، في تضميد جراح الأرملة. الأمة تشعر الأرملة التي فقدت أولادها جملة وفقدت معيلها وزوجها أنها لن تترك في العراء، بل بالعكس هناك أمة ستعيد بناء منزلها وسوف تتكفل بيتيمها إن بقي على قيد الحياة. هذه الدروس هي التي تبقى، هذه الدروس هي التي تعيد صناعة لحمة الأمة من جديد، هذه الدروس هي التي تعيد إحياء من دس من مشاعر حاولت أن تطمسها السياسة والخلافات الطارئة في هذه القضايا. عندما نرى الرياضيون الملاكمون ونرى الرياضيون ومن ولاعبي كرة القدم عبر العالم والأسرة الكروية الدولية يعني تتسابق في إظهار المشاعر وإظهار التضامن وفي جمع التبرعات وفي التبرع بالدم، كل ذلك يحيي معاني سامية طالما غابت في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل بهذه البرامج التي يعني عموما وإن كانت لها أدوار ترفيهية فهي أدوار تكميلية وليست رئيسية في مثل هذه اللحظات. هذا الدرس المغربي اليوم وبالأمس كان في تركيا، الجميع يظهر أن الأمة
أن الأمة بخير وأن هذه الأمة عربها وعجمها هناك أشياء تجمعنا وهناك أشياء نعيشها، ومثل هذه اللحظات يعني من جديد تعيد هذه المعاني السامية وهذه القلوب المتلهفة إلى أو التي تبكي الضحايا كأنها من أسرتهم وتبكي الجرحى كأنها يعني من أبنائهم. ولذلك هذه الأمة عظيمة. نعم أستاذ محمد. الأمة العربية فعلا أمة كبيرة وعظيمة ونفتخر بانتسابنا إليها. بالطبع مهم جدا وجميل جدا ما تفضلت به أستاذ محمد الهلالي. أعود إليك بطبيعة الحال، ولكن اسمح لي أن أشير إلى العاجل أسفل الشاشة. وزارة الداخلية المغربية تقول أو تشير إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2497 وفاة و 2476 مصابا. بالعودة إليك أميمة عراك الناشطة الميدانية، حيث أنت في مراكش، كيف ترصدين التضرر الذي لحق بالمباني الأثرية في مراكش؟ نعم لم أسمع جيدا آخر السؤال. كنت أسأل عن الأضرار التي لحقت بالمباني الأثرية في مراكش. نعم للأسف أن مدينة مراكش الأضرار قامت بضرب المباني القديمة وما يسمى عندنا في المغرب المدينة القديمة، يعني المباني التي أول مباني في مدينة مراكش. الحمد لله المآتم التاريخية لم تصاب بأي ضرر، كما ترون أنا الآن جنب مسجد الكتب الشاعر، الحمد لله لم يتم بضرر، لكن المنازل والمقاهي والمطاعم داخل المدينة للأسف تم انهيارها بشكل كبير، وكذلك بعض الناس تأدوا من هذه الكارثة. لكن الأوضاع حاليا مستقرة في مدينة مراكش، يعني ككل لا لم يتم انهيار منازل ولا أي ضرر الحمد لله. الأضرار أغلبية في الحوز، يعني في الأقاليم والدواوير والجبال، بحيث أن بعض الطرق سدت بالصخور، يعني حتى الإسعافات لم يتمكنوا من الوصول بعض الدواوير اللي هي بعيدة جدا للأسف. يعني بالطبع يعني بسبب الانهيارات الصخرية تضررت طرق وقطعت طرق، لا سيما طريق الرابط بين مراكش وتارودانت. يعني ولكن في مراكش هل يتم يعني إقامة أي حملات لجمع المساعدات؟ هل هناك من يذهب ليساعد في جهود رفع الأنقاض؟ كيف ترصدين هذه الحالة الشعبية تحديداً؟ نعم الحمد لله اليوم من البارح مو بس اليوم تم جمع العديد من التبرعات والأدوية والأكل. إذا الآن ذهبنا إلى المحلات والبقالات لن تجدي أي شيء، حتى من المواد الغذائية الأدوية. الحمد لله تم العديد 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 من المتبرعين الشعوب الحمد لله. كما أعلنت وزارة الداخلية في حصيلة محين إلى حدود الساعة 10 صباحا اليوم أن الوفيات مستقرة حاليا، وتم الذهاب العديد من المواطنين، من الجمعيات، من المستشفى. الحمد لله تم التبرع بالدم. إذا رأينا الآن المستشفيات كل الناس حامق الدم، المستشفيات كل الناس بغت تبرع بالدم، كل الناس بغت تعاون. الحمد لله يعني الأمور مستقرة. اسمحوا لي أن أرحب الآن برئيس المكتب التنفيذي للإئتلاف الجمعوي في تارودانت الأستاذ الحسين اليوسفي. أهلا ومرحبا بك أستاذ الحسين، وبالطبع نجدد ونكرر تعازينا لكل الشعب المغربي. أستاذ الحسين، يعني كما بات معروفا أن الانهيارات الصخرية تسببت بقطع الكثير من الطرقات وأهمها الطريق الرابط بين مراكش وتارودانت، هل رفعت هذه الأنقاض؟ هل سهلت حركة المرور؟ أم ما زال الوضع صعبا هناك؟ مرحبا سيدتي، أهلا وسهلا، وشكرا على اهتمام قناتكم بالوضع هنا في إقليم تارودانت، لأنه كإشارة يعني إقليم تارودانت يعني لم تسلط عليه الأضواء إعلاميا، مع العلم أن به مناطق متضررة وبه يعني قرى يعني مدمرة. على أي حال، فجوابا على سؤالك، أكيد أن المنطقة التي أصابها الزلزال هي منطقة جبلية، يعني عمق الأطلس الكبير،
وتعرفون بأن في هذه المنطقة توجد فقط طريق وطنية معبدة واحدة، هي الطريق التي تمر عبر تيزنتاس من مراكش إلى تارودانت. هناك طرق إقليمية فرعية، منها ما هو تابع لإقليم الحوز ومنها ما هو تابع لإقليم تارودانت، لكن يعني هذه الطرق المعبدة تم يعني إصلاحها، تدخلت الجرافات وتم يعني فتح الطريق، لكن المشكل يكمن في المسالك الطرقية الغير معبدة، يعني التي تؤدي إلى أو تصل هذه الطرق المعبدة بالقرى المتواجدة في عمق الجبال. هذه الطرق الغير معبدة هي التي تضررت بشكل كبير، ويعني يصعب حتى الآن يعني على الأقل الطرق التي عايناها والتي عينتها أمس في 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 في, في الميدان، يصعب يعني أن يتم إصلاحها في يوم أو يومين أو حتى في شهر. هي طرق دمرت بالكامل، يعني لأن منطقة جبلية، هناك صخور يعني سقطت، هناك انجرافات تربة، يعني الأراضي تم يعني تغير شكلها تماما، جغرافيا المنطقة تغيرت، وبالتالي هناك مشكل في إيصال المساعدات وطرق الإنقاذ إلى بعض القرى خاصة في إقليم تارودانت. هناك قرى معزولة، حتى اليوم هناك قرى معزولة، تصل مساعدات غذائية أكيد وطرق الإنقاذ، ولكن هناك مشكل للولوج. فالمطلوب يعني أن تتدخل يعني الدولة والمؤسسات الرسمية، وهي تعمل على ذلك، بإعداد يعني الجرافات والآليات لإصلاح هذه الطرق يعني على وجه السرعة، وإلا فالمطلوب كذلك أن يتم فك العزلة عن هذه القرى يعني المعزولة بواسطة المروحيات، نعم، مروحيات القوات المسلحة الملكية. نعم. طيب سيد الحسين، هل استطعتم التواصل مع أحد الأهالي، أحد الناجين في هذه المناطق المعزولة؟ ما الذي يفعلونه الآن؟ هل يقومون بجهود شخصية فردية أهلية من أجل رفع الأنقاض والبحث لربما عن ناجين؟ ماذا عن جهود الإيواء هناك؟ يعني كيف يقومون بتسيير أمورهم ريثما تصل المساعدات الأجنبية أو حتى المساعدات الرسمية من المدن؟ تواصلنا مع العديد من الناجين ومن المصابين. أنا شخصيا كنت بالأمس يعني طيلة نهار الأمس في ووصلت يعني منذ أمس يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأستاذ الحسين اليوسفي. أعود إليك سيد محمد الهلالي، يعني كما تفضل الأستاذ الحسين، هناك مناطق لا تزال معزولة ولم يستطع أحد الوصول إليه يعني إليها، يعني الحالة صعبة جدا هناك في تارودانت. هل لدى المغرب ما يكفي من القدرات، ليس فقط من أجل تنظيم هذه الأعمال، أعمال الإغاثة، ولكن أيضا للوصول إلى هذه المناطق الصعبة؟ نعم هناك عروض مساعدات، هناك فرق أجنبية، ولكن حجم الكارثة كبير جدا. هل يعني ذلك أن إغاثة العالقين، إن كان هناك من لا يزال حيا في هذه المناطق المعزولة الجبلية التي تحدث عنها الأستاذ الحسين، هل هذا ممكن في ظل ضيق الوقت وأهمية عامل الوقت هنا؟ لا، دعني أنبه أولا أن حجم الكارثة وحجم الزلزال والمناطق التي تعرضتها لهذه الزلزال، في أي دولة لو وقعت لكانت فوق طاقتها وفوق قدرتها، صح. لأن الأمر ليس فقط في، لأن أولا في وقت التدخل السريع مكان الولوج الصعب للغاية التي لا يمكن الولوج إليه إلا عبر الطائرة في مثل هذه اللحظات، حتى نستدرك يعني الضحايا وننقذ أكبر عدد من الأرواح. ولذلك العالم كله يقبل عروض الدعم، والعالم كامل كله يعلن يعني عروضا للقيام بدعم. هذا لا يعني أن المغرب ليست له إمكانات، ليست له خبرة في التعامل مع هذه الأحداث، فنعرف أن المغرب واجه زلازل عديدة في
آخرها كان في 2014 في الحسيمة، وكان زلزالا قويا كان عدد الضحايا فيه كبير. صحيح هذا أكبر بكثير سواء في درجته أو في عدد ضحاياه، ولكن المغرب في الأزمات ركم تقاليد، ركم خبرة، له قدرات، لديه مجتمع مدني حي قوي، وأمام نماذج مشرقة من هذا المجتمع المدني. هناك الأسرة المغربية بكل مكوناتها سواء مهندسيها، أطبائها، مسعفيها النفسيين، المرشدين الدينيين، الدعاة، العلماء، الجميع يهب للقيام بدوره. نعم. صحيح ما يتعلق برفع الإنقاذ هناك خبرة، هناك حاجة إلى آليات، هناك حاجة إلى كيفية التغلب على المناطق الوعرة، ما تفضل به ضيفكم. نعم، هنا ما زلنا نسمع بعض الاستغاثات تأتي من دواوير معزولة للغاية، تطلب الحاجة الأولية من غداء وماء، تطلب تدخل لتمكن من دفن ضحاياها، آبائها وأمهاتها. هناك يعني مغاربة يعني رحلوا إلى مناطق مستقرهم من أعمالهم في الدار البيضاء أو في الرباط، لم يتمكنوا من أن ينتشلوا جثث الضحايا، هناك روائح، كل ذلك حاضر. لكن هذا يغيب، يعني يتفهم أمام الحالة يعني الاستعداد القوي أمام هذه الهبة التي انطلق منها الجميع. دعوني أيضا أعلق أن خاصة من المآثر التاريخية في مراكش، دعوني أقول أن هذه الدواوير بطرق بنائها التقليدية هي تراث لا مادي في نهاية المطاف، سواء تمكننا من تسجيله في اليونسكو أو لم نتمكن، وتهدم هذه القرى بالكامل وهذا التراث اللامادي، المادي واللامادي، يعد خسارة كبرى لا تقل أهمية عن فقد الأرواح. وهنا يطرح السؤال في المستقبل فيما يتعلق بالضابط المضاد للزلازل في المبني بالوسائل المحلية، كيف نعيد بناء إذا كانت المآثر التاريخية في مراكش التي بنيت بقرون لم تؤثر فيها مثل الزلزال وصل إلى 7 درجات؟ فهذا يعطينا أنه من الناحية العلمية ومن الناحية الهندسية هناك إمكانية لي على الأقل فيما يتعلق بإعادة الإعمار وإعادة بناء هذه الدور وهذه الدواوير، أن نبنيها بطريقة علمية تكون مضادة للزلازل ولو أنها بنيت بالطين كما أسلفنا. هناك أيضا مناطق أخرى كوارزازات لا ينتبه إليها كثيرا، وهي وتضم هذا التراث اللامادي، لأن هناك قصور وقصبات كبيرة مشيدة من قرون، علينا أن نتدخل لحمايتها بطريقة استباقية، علينا أن ننقذ ما تبقى منها. ولذلك اليوم التدخل لإنقاذ الأرواح، لإنقاذ التراث اللامادي، لإنقاذ الدور والممتلكات التي يتوفر عليها هؤلاء القرويون وهي مصدر عيشهم. لذلك نحتاج إلى مقاربة متنوعة المداخل للمعالجة. هناك أمور استعجالية، نعم، وهي الأرواح، وهناك والمرضى، محتاج الأكسجين، بالطبع محتاج الدواء، أستاذ محتاج محمد الهلالي، يعني لكن هناك أيضا نعم حاجة إلى التدخل في مثل هذه بالطبع القضايا. معالجة تبعات هذا الزلزال، يعني سوف تكون على أكثر من صعيد، سواء على المدى القصير أو حتى على المدى البعيد. بالعودة إليك الأستاذ الحسين اليوسفي، كنت تحدثنا عن أحوال الأهالي العالقين في المناطق المعزولة في تارودانت. نعم سيدتي، فيعني العديد من الأهالي لا زالوا عالقين في هذه القرى النائية التي يعني دمرت الطرق التي تؤدي إليها، وبالتالي فالمطلوب يعني من السلطات المحلية والمطلوب كذلك من الجمعيات المجتمع المدني أن تتدخل وأن تحاول بأي شكل من الأشكال أن تفك العزل عن هذه القرى، وأن توصل طرق الإنقاذ إلى عين المكان، وأن توصل المساعدات. الحمد لله يعني منذ أمس يعني تتقاطر المساعدات على مدينة تارودانت، وأنا الآن أقف أمام عمالة إقليم تارودانت، ولو سمحتم يعني يمكن أن أنقل إليكم مشهدا بالطبع. يدل على
على أن الحمد لله يعني المساعدة موجودة، بدأت تصل بكثرة وبكثافة، فقط الأمر يتطلب إلى أمور تنظيمية لوجستيك، فيعني السلطات المحلية والإقليمية هنا تصارع على ذلك. إذن كما تلاحظون البناية أمامي هي مقر عمالة إقليم كارودانت، وكل هذه الشاحنات فهي محملة بالمساعدات، مواد غذائية، أفرشة، يعني ربما هناك كذلك يعني خيام. فالحمد لله الشعب المغربي كما أشار إلى ذلك زميلي شعب متضامن، شعب يعني متعاون متكافل. الحمد لله بهذه المناسبة نشكر كل يعني الذين قدموا إلى إقليم سارودانت وقدموا مساعدات، سواء مساعدات يعني مواد غذائية أو أفرشة أو خيام، أو كذلك قدموا دعما لوجستيكيا مثل الأطقم الطبية التي نشكرها بالمناسبة على يعني المجهودات التي تبذلها، سواء هنا في مستشفى المختار السوسي بكارودانت، أو يعني أطقم الإسعاف وسائقي سيارة الإسعاف الذين يعني يقطعون الطرق ذهابا وإيابا ليل نهار. كل هذه المجهودات الحمد لله ننوه بها، لكن يعني المطلوب يعني من خاصة من المسؤولين هو يعني ترتيب الأولويات. الأولويات يعني حسب رأيي وأنا فاعل مدني محتك بالميدان أكثر، الأولويات أولا الأدوية للمسنين ذوي الأمراض المزمنة. مثلا لاحظنا بأن هناك مسنين لا يتوفرون على الأنسولين، عالقين في الجبال، حليب الأطفال، الملابس، النساء اللواتي خرجن ليلة الزلزال بدون يعني ملابس داخلية. يعني رأيت مشاهد أمس يعني نساء لا يلبسن إلا يعني شيئا يعني قليلا مما بقي عالقا على أجسادهن، أما كل ما يتوفرن عليه من ملابس فهو قد ذهب سدى. فترتيب الأولويات ويعني تشخيص الحاجيات الأساسية والمهمة في هذه اللحظة مهم جدا. بالطبع. حفاظة الأطفال، نناشد كل الداعمين وكل يبدو أننا فقدنا الاتصال من جديد مع الأستاذ الحسين اليوسفي. بالعودة إلى إقليم الحوز مع نور الدين البيار تحديدا، يعني نور الدين كنت قد أطلعتنا على أحوال الناجين الموجودين في الخيم التي نصبت من أجل إيوائهم، ولكن ماذا عن الفرق التي تتولى تقديم المساعدة لهم سواء من أدوية سواء من أغذية؟ هل تصل بالشكل المطلوب والشكل الكافي؟ عندي باني بتليفون عندي راه مهرسه. نور الدين هل تسمعني؟ الو درما شي حد اخر هي. استاذ نور الدين هل تسمعني؟ الو نحن نسمعك. ألو؟ استاذ نور الدين هل تسمعنا؟ نعم أنا أسمعك، تفضل لي، ما هو سؤالك؟ كنا نسأل إذا ما كانت الأدوية المواد الغذائية تصل بالشكل المطلوب والكافي إلى مراكز الإيواء، إلى هذه المخيمات التي نصبت من أجل إيواء الناجين. نعم حاليا الناجين كما قلت سابقا يتعايشون مع الوضع، الأمور جيدة. الأدوية أو الأمور الأخرى لا يمكنني الجزم الآن بها، لأن يتواجد في أسني، وأسني فقط مركز من بين مراكز أخرى تضررت، وبالتالي ننتظر يعني حصر الضرر وإحصاء الضرر وتقييمه من طرف السلطات المحلية هنا ووزارة الداخلية، ثم على ضوء هذه المعطيات التي ستصدرها وزارة الداخلية يمكننا أن نتأكد منها هل وصلت إلى جميع الأماكن المتضررة أم إلى بعض الأماكن. كل الشكر لك الأستاذ نور الدين البيار، حدثنا من إقليم الحوز مدينة أسني تحديدا. الشكر موصول للناشطة الميدانية أميمة عراك كانت معنا من مراكش، والأستاذ الحسين اليوسفي كان معنا من تارودانت. كذلك الشكر للأستاذ محمد الهلالي معنا من الرباط. مشاهدينا شكرا لكم لطيب المتابعة. بالطبع نحن مستمرون في مواكبة تبعات وأثار هذا الزلزال الكبير الذي ضرب المغرب في مختلف مساحات. أترككم مع الظهيرة عند رأس الساعة، إلى اللقاء.